يسعد صباحكم مشاهدينا في حلقة جديدة من صباح الخير يا وطن، وصباح يتجدد وياكم ولقاء جديد في بداية أسبوع جميلة لكل اللي بتابعونا في هذا الصباح عبر شاشة تلفزيون الجيرة. صباح الخير يا خلود، وكل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب، يسعد صباحك ويسعد صباحكم مشاهدينا، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. اشتقنا لكم، اشتقنا ان نطل عليكم من عبر عدسات صباح الخير يا وطن وعبر استوديو برنامج صباح الخير يا وطن. فعلا ان شاء الله الحلقات راح تكون متنوعة والفقرات متعددة راح نتطرق اليها ان شاء الله خلال الحلقة. ومثل ما تعودنا كل اسبوع عندنا فقرة مميزة وفقرة خاصة من ما بين فقرة الديكور التغذية، وايضا كل مرة في إمارة، بالإضافة إلى فقراتنا الرئيسية اللي تعودنا عليها من صحة جمال ومطبخ. لكن كالعادة أكيد يا خلود، قبل كالعادة إن أمس شهدنا احتفالات، الاحتفال باليوم الوطني السعودي، فأطلقت دولة الإمارات هاشتاج لهذا اليوم الوطني. إيش فيها أصواتنا راحت؟ أطلقت هاشتاج اللي هو ذكريني، اللي نحن معا، نحن معا، فطبعا الامارات والسعوديه فطبعا الكل شارك هذا الهاشتاج، ووصل ترند فعليا امس، وشاهدنا الاحتفالات المتميزه والمتعدده في ارجاء الدوله، وخصوصا كان لنا تغطيه خاصه من فندق طبعا جراند حياه في اماره دبي ببرنامج 7 على 7، وكانت اجواء جدا رائعه وجميله، وفعليا يعني اجواء الحب والموده ما بين الشعبين هي اللي كانت سائده في الجو العام. وهذا العام يعني مميز وخاص، والاحتفالات فيه متوفره ومتواجده بقوه، سواء على مستوى المملكه او حتى على مستوى دوله الامارات العربيه المتحده. وهذا العام المملكه العربيه السعوديه تحتفل باليوم الوطني 87. ان شاء الله يا رب يدوم الامن والامان على ارجاء الدوله، والله يحفظ يا رب حكام وقاده المملكه العربيه السعوديه، خادم الحرمين الشريفين طبعا صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وولي العهد طبعا الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وكل الشعب يا رب في عز وامان وفخر دائما. امين يا رب، ويحفظ قائد يعني قاده وحكام دوله الامارات وشعبها اللي فعليا بادر مبادره طيبه وجميله امس، بان تكون كل ارجاء الدوله مشاركه فعليا بكل حب وود للشعب السعودي. والان صبح على بتول، وصباح الخير يا بتول. صباح الخير ولا يمكن، صباح الخير خلود. خلود بتستاهل، والسعودية بتستاهل، كل عام وانت بألف خير يا رب، وكل الشعب السعودي بألف ألف خير يا رب، وانت بألف خير يا رب. كمان أنا بدي صبح بدوري على الشيف. صباح الخير. صباح النور والسرور. كيفك؟ وعدني بسمكة حرة. كل يوم بدنا نتخانق أنا وإنت. لا بالعكس، جاي عامل لازانيا اليوم. اليوم عامل لازانيا بصلصة الدجاج، بولونيز الدجاج. وهي بتنعمل باللحمة أولاً، وبس اللي بيل فيه يعملها بالخضار، أو بيعملها بالسيفود، أو بيعملها بالخضار، كريم فريش. بالخضار يعني كتير لذيذة، بس اليوم فطلبوها منا لعملها بالدجاج، يعني صوص بولونيز بالدجاج. هذا واحد، واثنين عاملين صفوف بالسمسم واللوز. وفي سياق الحلقه بتشوفوا كيف الشغل بده يكون. بنشوف وبندوق بعد وبندوق كمان. برافو عليكي بتول. وطبعا بنصبح على وعد وخلود، وصباح النور عليكم، وبنرجع لكم. صباح الورد عليك شيف ودي. اليوم وعد اتوقع اللي راح تصحبنا الى المطبخ، راح نتعرف معها. انا قاعده اقول لها انا وياك. اذا مشاهدينا خلونا الان ننتقل الى فقرتنا اليوميه اللي نبتدي فيها كل حلقه وجولتنا الصباحيه مع فقره عناوين الصحف. صباح الخير مشاهدينا في جولة الصباح لهذا اليوم، والتي أتنقل بها ما بين العناوين الصادرة صباح هذا اليوم في الصحف والمواقع الإلكترونية. أبدأ في الإمارات اليوم التي عنونت: محمد بن راشد ومحمد بن زايد، هدفنا وضع أساس قوي لمستقبل واعد لأجيالنا. في التفاصيل نقرأ: قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
سأترأس أنا وأخي محمد بن زايد الثلاثاء المقبل بإذن الله ولمدة يومين الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستناقش مسيرة الدولة نحو مئويتها. وأضاف سموه تطوير القدرات والسياسات والخدمات المستقبلية ستكون محاور نقاشنا، بالإضافة إلى صياغة خطط البنية التحتية المستقبلية للدولة كإحدى الأولويات الرئيسية. حضر العرض العالمي اللؤلؤة لبر في مدينة الحبتور بدبي محمد بن راشد دولتنا الحبيبة أيقونة للفرح. مبادرة لمالية دبي تنفذها على مستوى حكومة الإمارة، محمد بن راشد يعتمد يوم بلا مراكز خدمة. وأكد أن علاقات البلدين أسست على قواعد صلبة وراسخة. سفير السعودية المملكة والإمارات وحدة هدف ومصير. وأيضا نقرأ مشاهدينا طرق دبي تطور أداء 24 خطا اعتبارا من الثلاثاء المقبل، خطوط جديدة للحافلات العامة في دبي. في الفجيرة اليوم نقرأ أبرز العناوين. ترسية مشروع مستشفى الشيخ خليفة المركزي في الفجيرة بقيمة 865.9 مليون درهم. في التفاصيل، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ترسية مشروع مستشفى الشيخ خليفة المركزي في إمارة الفجيرة بقيمة 865.9 مليون درهم، والذي يضم 9 طوابق بسعة 207 أسرة مع إمكانية رفعها إلى 300 سرير. محمد بن زايد يستقبل رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي. والإمارات تجدد التزامها بمبادرات الأمم المتحدة لتحسين أوضاع ملايين الأطفال والنساء حول العالم. محمد بن راشد يبعث رسالة خطية إلى رئيس كولومبيا. وحاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني 87 للمملكة. ولي عهد الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني 87 للمملكة. هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنتدى الشراكة العالمية يكرمان أم الإمارات. وفي الخليج نقرأ مشاهدينا مبادرات رئيس الدولة تعتمد مشاريع بنية تحتية ب 1.2 مليار. الاحتفالات تعم مدن المملكة بمناسبة اليوم الوطني 87. الملك سلمان: السعودية ستبقى حصنا قويا لكل محب للخير. ديوا والمطارات تدعمان أهداف مبادرة دبي الذكية. وفي البيان نقرأ بإشراف طبيبات مواطنات برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع يدشن أول عيادة متنقلة لصحة المرأة والطفل. وفي الختام اخترت لكم مشاهدينا هذا الخبر: كتم الأسرار مضر بالصحة. في التفاصيل، نشرت الهيئة الأمريكية للصحة النفسية تقريرا مفاده أن كتم الأسرار يزيد حالة القلق عند الإنسان ويؤثر سلبيا على الدماغ. وقام فريق باحثون من جامعة كولومبيا في نيويورك بدراسة عينية مكونة من 600 شخص، قال 96% منهم أن لديهم أسرار أغلبها عاطفية. وسأل الأشخاص عن عدد المرات التي فكروا فيها بالسر الذي يحملوه خلال مدة شهر، فكانت الإجابة مرتين، وأن السر يسبب لهم قلقا. وقالت الدراسة أن القلق ليس سببه محتوى السر، وإنما عملية الاحتفاظ بالسر وعدم مشاركته مع أي أحد. وقبل ختام هذه الجولة أنتقل إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومعي من هناك عيسى السريدي. صباح الخير. صباح النور والسرور.
بالبداية يعني كلياتنا عم نعيش حالة فرح، عم نشوف اعتدال بالطقس وخاصة بساعات الليل والصباح الأولى، وبلشنا نشهد نشوف الناس تطلع على الصحراء لتعمل باربيكيو، تعمل الجلسات الخارجية. شو خبرنا، بلشنا نوصل لمرحلة الاعتدال؟ أول شيء في البداية نحب نصبح على المشاهدين والمشاهدات الكرام. طبعا حاليا نحن في شهر سبتمبر، وإن في شهر سبتمبر تبدأ درجات الحرارة بانخفاض تدريجي، وخاصة درجات الحرارة الصغرى. فطبعا خلال الليل نشهد انخفاض في درجات الحرارة، وهذا هو طبعا بسبب الفترة الانتقالية. في إمكانية إنه هي درجات الحرارة ترجع ترتفع، ولا نحن في انخفاض يعني مستمر لحين انخفاض درجات الحرارة بشكل كامل لفصل الشتاء؟ إن شاء الله نحن بنبدأ نلاحظ انخفاض درجات الحرارة، ما بيكون في ارتفاع يعني ملحوظ، إن شاء الله ارتفاع يكون درجة، انخفاض في درجة يكون على هالمستوى إلى نوصل للانخفاض بالتدريج إن شاء الله. إن شاء الله. معناتها شو هي أخبار الطقس لليوم؟ اما يعني بالنسبه لحاله الطقس المتوقع لهذا اليوم، فهو حار نسبيا نهارا ومعتدل ليلا بوجه عام، وغائم جزئي ومغبار على بعض المناطق احيانا. تظهر السحب على بعض المناطق الشرقيه والجنوبيه من الدوله، قد تكون ركاميه احيانا بعد الظهر، ورياح خفيفه الى معتدل السرعه بوجه عام تنشط احيانا ظهرا، وقد تكون مثيره للغبار على بعض المناطق المكشوفه. تزداد الرطوبه النسبيه خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحليه والداخليه، مع فرصة شكل الضباب أو الضباب الخفيف. نعم. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة للمدن الرئيسية بالدولة، العظمى تتراوح ما بين 36 إلى 44 درجة مئوية، والصغرى ما بين 24 إلى 30 درجة مئوية. وأقل درجة حرارة سجلت هذا الصباح حتى الآن 19.4 درجة مئوية في أم القيوين. أما بالنسبة لحالة البحر، في الخليج العربي وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، يبلغ ارتفاع الموج من 1 إلى 2 قدم قرب الساحل، و2 إلى 4 أقدام، قد يصل إلى 5 أقدام أحيانا في العمق. هذا والله أعلم. عيسى صريدي المتنبأ الجوي من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة الصباح، أما الآن نذهب إلى هذا الفاصل وأدعوكم لمتابعة برنامج صباح الخير يا وطن مع خلود بوعد. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ولازلنا متواصلين وياكم في هذا الصباح، والآن ننتقل إلى فقرة الصحة. نحرص جميعنا في الحصول على ابتسامة جميلة وصحية، ولكن يتعرض منا البعض إلى مشاكل في الأسنان، ممكن هذه المشاكل تعيق الابتسامة، ومن ضمن الأعراض اللي بتعيق ابتسامتنا تآكل الأسنان، حيث يتسبب ذلك بفقدان العديد من الوظائف الجمالية والوظيفية للسن، وممكن يوصل بنا الحال للتخلي عن الأسنان نهائيا. رح نتعرف أكثر اليوم مع الدكتور ربيع ذيوب، أخصائي طب الفم والأسنان، عن أسباب تآكل السن، أنواعه وطرق الوقاية طبعا والعلاج. يسعد صباحك دكتور. صباحك. الله يخليك يا رب. يسعد صباحك دكتور. صباحك يا رب. بداية مثل ما ذكرت خلود، رح نحكي عن مشكلة جدا خلينا نقول غائبة عن أذهان البعض، وهي من أحد المشاكل ممكن أنها تسبب هناك لدينا مشاكل في الأسنان واللثة أحيانا. طبعا. فخلنا نتكلم نعرف حق المشاهدين ما هو مفهوم تآكل الأسنان. تمام. تآكل الأسنان حقيقة مشكلة كثير شائعة، مثل ما قالت الأخت أنه هي غائبة أحيانا تكون عن أذهاننا، بس هي مشكلة كثير منتشرة بين الناس. الحقيقة هي بتتمثل بغياب الطبقة السطحية من السن اللي هي طبقة المينا، وانكشاف طبقة العاج، وأحيانا بالحالات الشديدة ممكن أيضا يكون في عندي انكشاف للعاج وتآكل أيضا بطبقة العاج، سبب لي ممكن حفرة على سطح السن. الحقيقة هي المشكلة لها أسباب كثير متعددة ومتنوعة، طبعا رح نجي عليها بالتفصيل ونحكي فيها نقطة نقطة مشان يكون المشاهدين عندهم فكرة كاملة عن موضوع تآكل الأسنان. طيب هل هناك دكتور انواع لتاكل الاسنان، او هو يجي بحاله واحده بس؟ لا طبعا في له انواع، وهي الانواع بتختلف في حسب اختلاف المسببات. خلينا اول شيء نفصل تاكل الاسنان او نقسمه لقسمين. في عندي تاكل كيميائي وفي عندي تاكل ميكانيكي. بنبلش بالتاكل الكيميائي. خلينا نقول
اللي له عدة مسببات. أول شيء منها تناول المشروبات الحمضية أو المشروبات الغازية بشكل كتير كبير، طبعا مو الشرب العادي والله ممكن مرة في اليوم، بس لا في عنا أشخاص بيأكثروا من هذا الموضوع. هتناول هاي المشروبات الحمضية بشكل كتير كبير رح يأثر على هذا الموضوع، رح يسبب عندي تآكل الأسنان. التآكل هون بهي الحالة بيتظاهر بالسطح الخارجي للأسنان الأمامية العلوية، تمام؟ في عندي السبب الثاني احيانا اللي فينا نقوله كمان كيميائي هو حموضه المعده، او احيانا الاشخاص اللي عندهم مشاكل التقيؤ، تمام. وفي عندي مشاكل احيانا بالمري بتسبب عوده حموضه المعده للفم. عندي مشاكل التقيؤ اللي لها اسباب عديده. عندي الاشخاص اللي بيتقيؤوا اراديا احيانا بسبب عند بعض الاشخاص خساره الوزن، بيفكروا انه ممكن بعد ما ياكل وجبه ثقيله انه اذا تقيأ فهو رح تخرج معاه حموضه المعده، فحموضه المعده رح تخرج للفم، وهي رح تسبب لي ايضا تاكل بالاسنان. هون بهي الحاله بتظهر عندي التاكل على السطوح الداخليه للاسنان، تمام، وممكن يتظاهر على السطوح الخلفيه، على السطوح الطاحنه للاسنان الخلفيه. بنجي للاسباب الميكانيكيه لتاكل الاسنان الحقيقه، هون كمان عندي عده انواع. السبب الأساسي والأكثر شيوعاً هو طرق التفريش الخاطئة الحقيقة. استخدام معجين الأسنان المبيضة، في منها بيكون ذات حبيبات ساحلة كبيرة الحجم، استخدامها من قبل الأشخاص بطريقة خاطئة مع طريقة تفريش خاطئة الحقيقة رح تسبب لي تآكل بسطوح الأسنان. الأسباب الميكانيكية الثانية ممكن عند بعض الأشخاص اللي عندهم مهن يدوية، مثل أحياناً نجارين أو الخياطين، ممكن دائماً بدون وعي او باللا اراده مثلا يحط الدبوس بتمه بين الاسنان. صحيح. تكرار هي العاده رح يسبب لي تاكل بالاسنان ايضا. اخر شيء فينا نقول المشاكل النفسيه احيانا، او مشاكل اضطرابات المفصل رح تسبب لي شيء اسمه صرير الاسنان. الحقيقه هي مشكله كثير شائعه اليوم وكثير عم نشاهدها. كنت ابغى اقول لك على صرير الاسنان. تمام، رح نحكي عليه. صرير الاسنان الحقيقه مشكله كثير كبيره اليوم، تواجه عدد كثير كبير من الاشخاص. هي مشكلة معقدة الحقيقة، لأسباب كثيرة، لتفصيلات كثيرة. هذا الشيء أو هذا الصرير أو الكز الليلي رح يسبب لي تآكل بالأسنان، ممكن نشاهده على السطوح الطاحنة أكثر شيء للأسنان الخلفية والحدود القاطعة، يعني بيكون التآكل بشكل أفقي رح ينقص لي من البعد العام. هاي بشكل عام تقريبا بشكل يعني تفصيل تآكل الأسنان بأسبابه المختلفة. إنزين، بالنسبة للأسباب هذه اللي تكلمنا عنها وأنواع التآكل، لكن ممكن هذه الأسباب أنها تصيب أي جزء من الأسنان فعلياً؟ تمام، مثل ما حكينا قلت لك حسب المسبب رح شوف التآكل وين رح يكون. يعني أنا عندي لو طريقة تفريش خاطئة مع رح شوف التآكل على السطوح الخارجية للأسنان غالباً. لما بيكون في عندي سبب ميكانيكي ممكن شوفه على السطوح القاطعة للأسنان، ممكن إذا كان السبب هو صرير أو كز رح شوفه على الأسنان الخلفية بشكل أساسي، طبعاً حسب مكان توضع هذا الصرير أو حسب الشكل اللي عم يكز فيه المريض على أسنانه خلال الليل، تمام. فحسب المسبب رح يكون النتيجة أو رح شوف أنا التآكل بمكان معين. بالمكان. الآن دكتور، لما تآكل الأسنان يصيب سن مثلاً أو جزء يعني من الأسنان، تمام، ممكن ينتقل ويصيب الأسنان الباقية يعني بحيث إنه يكون معدي؟ وإيش السبب؟ هلا ما فينا نقول معدي، بس بتزداد شدته حقيقة إذا كان موجود وظل العامل المسبب موجود، ما وقفنا نحن هذا العامل المسبب. رح شوفه انتقل من بلش بسن، رح يصير بسنين ثلاثة، رح ينتشر بالفك كاملة، يعني بس ينتقل بس مش بطريق العدوى. يعني مش سن رح يعدي سن، بس لا انا رح يعني طول ما العامل المسبب موجود هالتآكل موجود، تمام. طول ما انا عندي شيء حامضي موجود بالفم، طرق عادات يعني او سوري عادات سيئه موجوده ما عم وقفها، فهذا التآكل رح يزداد شده. بس هو مش موضوع انه رح يعدي السن اللي جنبه، لا هذا ما في هيك شيء، بس رح يزداد مع الوقت. انزين، خلينا نتكلم بعد عن الاعراض اللي ممكن نحن نشعر فيها او نلاحظ انه نحن استوى لدينا في الاسنان تآكل. تمام، هلا الحقيقه العرض الاساسي اللي بيراجعنا فيه المريض غالبا هو حساسيه سنيه، لانه انا بحاله التآكل الاسنان انا غابت عندي طبقه المينا، طبعا اللي هي الطبقه الخارجيه للسن اللي بتحمي السن. صح. من المؤثرات الخارجيه، فرح يصير عندي انكشاف لطبقه العاج. طبقه العاج هي طبقه حساسه موصوله مع اللب السني، فرح يصير عندي حساسيه بالاسنان، فالمريض غالبا بيراجعنا بمشكله حساسيه من الاسنان. بعض المشاكل الثانيه اللي ممكن تصير احيانا المريض بيلاحظ اصفرار او تغير بلون الاسنان، لانه طبقه المينا صارت ارق
وبالتالي كشفت لي طبقه العاج اللي تحتها اللي هي لونها اصفر او اغمق من طبقه المينا، فاحيانا بصير عندي اصفرار بالاسنان فينا نقول. عندي مشاكل نقص بالبعد العمودي مثل ما حكينا، لما بيكون عنده المريض صرير او كاز ليليف الاسنان رح تتاكل من السطح الطاحن تمام، فهذا الشيء رح ياثر على البعد العمودي للسن، فرح ينقص البعد العمودي للوجه. هذا بيؤدي لمشاكل اكبر من هيك الحقيقه، هون صرنا بمشاكل شوي معقده اكثر، صعوبه بالمضغ، نقصان بالبعد العمودي للوجه، مشاكل بالمفصل، الام عضليه. يعني ممكن من مشكله الصرير او مشكله التاكل الاسنان هي تكون بسيطه توصلنا لمشاكل اكبر. الحقيقه هدول اكثر شيء الاعراض اللي براجعنا فيها المريض، وفي حالات كثير بيكون الحاله غير عرضيه بصراحه، بنكشفها عن طريق الفحص الدوري، بيجينا المريض بنلاقي تاكل المنطقه العنقيه ممكن ما يكون عم يعاني من اي اعراض. خلينا نرجع دكتور لمشكله صرير الاسنان. مثل ما ذكرت اول، صرير الاسنان يعني عاده منتشر مع كثير من الناس، مع العصبيين، مع العصبيين كمان بعضهم اثناء النوم، فكيف ممكن صرير الاسنان يسبب تاكل الاسنان؟ تمام. صرير الاسنان هو حاله لا اراديه الحقيقه، المريض ما في سيطر عليها بنفسه، لانه غالبا راح تصير لما يكون المريض نايم، او احيانا عند بعض الاشخاص بتصير حتى في حاله الاستيقاظ بس باللاوعي، يعني لما بيشعر بحاله بيلاقي حاله عم يكز على اسنانه. تمام. هي القوى المفرطه من الاسنان احتكاك دائم، انت عندك سطحين قاسيين اللي هي سن مقابل سن، اثنين سطحهم مينا، فعم يصير احتكاك على مدى فترات طويله تمام. هذا الاحتكاك رح يسبب لي تآكل بالسطح الخارجي للسن مع الاستمرار بفترة طويلة، يعني طبعا مدة النوم ممكن تتراوح بين 6 ل 8 ساعات، فالمريض خلال هي الفترة كلها عم يكز على الأسنان أو عم يحك أسنانه ببعضها، عم يصر على أسنانه، فهي رح تسبب لي أكيد تآكل بالأسنان يعني. بس اكيد على المدى البعيد، مو يعني بالنسبه للاشخاص اللي يمارسوا هذه العاده بشكل طبعا. هلا هي غالبا مشكله مزمنه الحقيقه، يعني مشكله صرير الاسنان ولا يتم علاجها؟ لها علاج طبعا، بس وضع بس الفقط انا اي ثينك هو الكفر، النايت جارد. النايت جارد في منه انواع، في منه واقي وفي منه علاجي. طبعا نحن مشكله صرير الاسنان مثل ما حكينا، اذا بدنا نحكي عليها بالتفصيل هي مشكله معقده الى اسباب كثير، يعني ممكن تكون مشكله مفصليه عندي بالمفصل الفكي الصدغي سببت لي مشكله الصرير، وممكن مشكلة الصرير على طول المدى ممكن ترجع تسبب لي مشكلة مفصلية، فهي نحن بنفوت أحيانا بحلقة مفرغة ما فينا نعرف مين اللي بلش مين. أحيانا ممكن تكون نقطة إطباق عالية بالسن بعد حشوة، بعد كراون، في عندي هاي سبوت بنسميها، ممكن إذا المريض أهمله أو الطبيب ما انتبه للإطباق نرجع الإطباق بالشكل الصحيح رح تبدا مشكله الصرير بشكل تدريجي ورح تزداد مع الوقت. الحاله النفسيه الحقيقه لها كثير دور كبير بهذا الموضوع، هي هلا يعني حاليا المتهم الاساسي مثل ما بيقولوا بالموضوع. الحالات النفسيه لما بيكون في عندي ستريس، في عندي راجع اخر النهار تعبان، عندي مشاكل بشغلي، رح نام فرح كز على اسناني بالليل، فهي هي مشكله حياه كثير كبيره بيوقع فيها كثير. صدقني انا احيانا عندي صرير لما اعصب بصراحه اثناء التعصيب ان شاء الله بتضلي رايقه على طول. فالواحد يخاف تصير معاه عاده، ما اعرف يمكن اعملها وانا نايمه بس ما ادري، ما احب بالي اكلم اختي تراقبني. طبعا نحن دائما بنطلب من المريض، يعني انا احيانا بيجي المريض عندي بلاقي في عنده تآكل بسطوح اسنان، بقول له بتكز على اسنانك؟ بقول لي لا ابدا ما بحس على حالي. هو ما بيعرف، فبقول له لا خلي الشخص اللي كان زوجتك او الشخص اللي موجود معك بالغرفه يراقبك بالليل. فثاني يوم او ثالث يوم بيرجع عندي بيقول لي مزبوط قالوا لي انه انا عم كز على اسناني بالليل او انتبهوا علي. فهي المريض الحقيقه ما بيشعر فيها، هي يعني. هي مشكلتها الحقيقه انه احيانا ممكن تمتد معي لسنوات والمريض ما انه شاعر فبيجيني بمراحل متاخره الحقيقه بكون صار التاكل شيء واضح. بس عفوا قبل ما تنتقل لسؤالك وعد، بس برجع لنقطه حساسيه الاسنان اللي هي من ضمن الاعراض ذكرت انه الواحد يصير معه حساسيه، معناه ممكن يتالم من البارد طبعا على المشروبات البارده والحاره. تمام. ممكن تكون تمام. هذا عرض عرض اساسي. عندك حساسيه احيانا؟ هاي طبيعيه حساسيه الاسنان، يعني اوريدي هي بحكم استخدام، بعد انا دكتوره اعرف بعض الاسباب ان استخدام طريقه تنظيف الاسنان بطريقه خاطئه بعد تزيد من حساسيه الاسنان، طبعا تكشفين طبقه المينا طبعا. ما هذا اللي حكينا عليه بشكل اساسي، هو من العوامل اللي بتسبب تاكل الاسنان هي طرق التفريش الخاطئه بصراحه. دائما المرضى عندهم فكره خاطئه انه انا اذا استخدمت قوه اكبر بالتفريش فانا راح ينضفوا اسناني اكثر او راح يصير عندي اسنان بيضاء، فهذا الشيء خاطئ الحقيقه، وهذا يعني شائع بين الناس تماما انه انا رح عندي طرق تفريش خاطئه، فهذا هذا سبب كثير كبير. بالنسبه للصرير بعد دكتور، يعني ولا قطعان باردك، انه صرير الاسنان احيانا ممكن يستوي بعد مع الاسنان المركبه،
لانه مثل ما قلت اللي هو العضه اي طبعا الأسنان. يعني هو له اسباب كثير كبيره. انا ما يعني ما عندي السبب انه لا السن طبيعي او السن تركيب. لا السن الاطباق هو دائما توازن الاطباق هو شيء اساسي كثير. فنحن احيانا بعد بعض التركيبات يعني سوينا نحن جسر او سوينا كراون سوينا حتى لو حشوه بسيطه ممكن هاي الحشوه يكون فيها هاي سبوت نقطة عالية على الأطباق المريض أول فترة يقول بجوز لأنه غريبة بعدين ما عاد يحس فيها هي رح تسبب لي إغلاق خاطئ للفك أحيانا رح تحرفه عن مساره وهون تبتدي عندي المشكلة ومنفوت بموضوع صرير الأسنان أو الكز أو هي المشاكل أو المشاكل المفصلية الحقيقة. زين السؤال الآخر اللي هو يعني هل ممكن نربط نحن تآكل الأسنان بعوامل وراثية؟ هل ممكن هناك عوامل وراثية ممكن تجعل لدينا تآكل لدى الأسنان؟ الحقيقة العوامل الوراثية ما يعني ما في له تدخل مباشر مع تاكل الاسنان. لا ممكن ما فينا نتهمها بحياه بشكل مباشر انه هي ممكن تكون الا اذا كانت طبيعه الاسنان شوي ضعيفه ممكن فرح تسرع لي الموضوع. بس انا اذا عندي اسنان بنيتها شوي ضعيفه بس حافظت عليها ما كان في عندي حموضه بالفم ما كان عندي طريقه تفريش خاطئه ما راح يصير عندي تاكل اسنان بسبب وراثي مثلا. بس ممكن بعض العوامل الوراثيه تزيد من هذا الموضوع او تحد منه. عرفتي شو قصدي؟ يعني انا اذا عندي ضعف بالاسنان مثلا راح يكون خلينا نقول وراثي او مشكله وراثيه بالاسنان اذا تعرضت للوسط الحمض راح يكون تاكلها اسرع من الاسنان اللي صحة الجلديه. بس هي مش موضوع وراثي بحت يعني بس في الى عوامل تتدخل بالموضوع. من هم الفئة العمرية الأكثر والأشخاص اللي ممكن يصابوا بالتآكل ولا ما له علاقة؟ الحقيقة ما له فئة عمرية ممكن يبتدي عندي من عمر المراهقة ويستمر للأعمار الكبيرة. تمام. هلأ أحيانا بنلاحظه أكثر عن فئة الشباب مثل ما قلنا موضوع اليوم تبييض الأسنان أو الاهتمام بحصول على أسنان بيضاء عم يدفع بعض الأشخاص لاستخدام خاطئ الحقيقة لمعاجين الأسنان المبيضة. تمام. يعني في عندي اليوم أنا عدد من المعاجين اللي عم تبيض الاسنان بس بنفس الوقت عم يكون عندها حبيبات ساحله كبيره الحجم عم تاذي الاسنان بنفس الوقت. بعض الاشخاص مثل ما قلنا بيفكروا انه انا اذا استخدمت فرشاه الاسنان بطريقه اقوى او بطريقه شديت على سني اكثر انا عم فرش فراح ينضف اكثر. تمام. فهذا الشيء خاطئ. فاحيانا فئه الشباب شوي يكون عندهم هذا الموضوع. المدخنين الحقيقه دائما عندهم مشكله اصفرار الاسنان بسبب التدخين فكمان بيكون عنده بيكون بده يفرش بده يفرش اسنانه بشكل اقوى او بشكل اكثر كمان بيتعرض لهي المشكله. زين احنا ذكرنا الاسباب والمسببات وكل شيء عن تاكل الاسنان. الحين حاله التشخيص والعلاج لهذه الحاله. تمام. مثل ما قلنا التشخيص الحقيقه بيكون عن طريق الفحص. احيانا المريض بيراجعني باعراض بيقول لي انا عندي حساسيه سنيه بكشف على الاسنان بلاقي في عندي تاكل بسطح معين من الاسنان. التشخيص بيختلف. هلا هون بقى بدنا ننتبه نحن وين صاير عندي تاكل الاسنان. هو اللي هو بالسطح الخارجي للسن هون بربطه بعوامل محدده اللي هي ممكن تكون طرق تفريش خاطئه مثل ما قلنا ممكن تكون تناول مشروبات حمضيه. شفته على السطوح الطاحنه للسن او الحدود القاطعه للاسنان ممكن اربطه بمشكله صرير او بمشكله ميكانيكيه اكثر ما هي كيميائيه. فالتشخيص عن طريق الفحص وعن طريق الاعراض اللي بيذكر لي اياها المريض. يعني غالبا المريض رح يراجعني بعرض من الاعراض اللي حكينا عنها حساسيه اسنان تصبغ بالاسنان احيانا بيلاحظ وجود حفره عند عنق السن هي بسبب هذا التاكل. وفي كثير احيان كمان نحن بنكشفه بالصدفه الحقيقه بكون عم نعمل لعند المريض فحص دوري او جاي بسبب التنظيف الدوري بنلاحظ عنده مشكله تاكل الاسنان والمريض مو شاعر بشيء مو حاسس وما اشتكى من حاجة. ما ممكن ما يكون في اي عرض او اي مشكله او ما انه منتبه عليه المريض على العصب او اي شيء. طب دكتور ايش علاقه تاكل الاسنان بهشاشه العظام؟ ما في رابط محدد بين ممكن دائما في هي الافكار يعني دائما الافكار اللي هي انه هشاشه شائع. العظام هي افكار حياه خاطئه بس شائعه بين الناس انه ممكن انا اذا عندي هشاشه عظام فانا اسناني ضعيفه. الحقيقه تكلس الاسنان بيتم بفتره معينه متى ما بزغت الاسنان بس هذا هي بتكون كامله التكلس الحقيقه. تمام. وما راح ينقص الكلس تبعها الا بالعوامل الموضوعيه او العوامل الميكانيكيه او العوامل الكيميائيه الموجوده داخل الفم حصرا. يعني السن صعب يخسر الكلس تبعه ويروح للمجرى الدموي او بسبب مرض معين الا اذا في عندي عامل سبب لي نقص الكلس الموجود داخل الفم الحقيقه. انزين طرق الوقايه يعني نحن ما هي طرق الوقايه اليوم ممكن نحن نتبعها حتى ما يستوي هالشيء؟ تمام. بالحقيقه بمشكله تاكل الاسنان بالذات الوقايه هي افضل شيء. مثل ما بيقول دائما الوقايه خير من العلاج لانه دائما انا اذا بحد الحاله من اولتها فالعلاج رح يكون عندي اسهل بكثير. الحقيقه الوقايه طبعا
تتبع حسب المسببات. يعني اليوم أنا إذا عندي أسباب كيميائية للتآكل فأنا لازم أنتبه على الدايت تبعي، لازم أنتبه على الحمية الغذائية تبعي. إذا أنا شايف عندي مشروبات حمضية كتير، مأكولات حامضية، بدي أحاول أبتعد عنها. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم مشكلة التقيؤ أو مشكلة الرجوع الحموضة المعدة إلى الفم، هي لازم يشوف الأخصائي الطبيب المختص بهذا الموضوع ويعالج مشكلته من الأساس. طبعا الابتعاد عن الحقيقه معجين الاسنان الساحله بشكل كبير، استخدام معجين الاسنان العلاجيه المنصوح بها، طرق التفريش الصحيحه، الابتعاد عن استخدام فراش الاسنان ذات الشعيرات القاسيه. دائما نحن بننصح مريضنا بتكون الفرشات ميديوم، هذا هو الافضل. تمام، او سوفت لبعض الحالات طبعا اللي عنده مشاكل لسويه او شيء. طريقة التفريش الحقيقة، حركات التفريش لازم يتبع حركات التفريش الصحيحة، والابتعاد ابتعاد ابتعاد عن طرق الحركة الأفقية. يعني أنا لما بفرش أسناني بطريقة أفقية أنا عم أزيل الأسنان. طبعا حركة التفريش لازم تكون حركة دائرية، ما فيها تطبيق قوة. القوة بالنسبة لي ما بتعني شيء أو ما بتنظف الأسنان الزيادة، فهذا الموضوع كتير اللي هو الأشياء بين الناس. هي فقط الفترة، المدة. إيه تمام، هي المدة. طبعا نحن بشكل عام شائع إنه والله بفرش أسناني لمدة 10 ثواني 15 ثواني 15 ثانية. طبعا هي دقيقة ونص حد أدنى إنه تكون التفريش، لأنه هو تماس المادة مع السن هو اللي راح يعطيني هاي التنظيف، وطبعا لازم أشمل كل السطوع. فهذا السبب الثاني، الابتعاد عن العادات الخاطئة. مثلا مثل ما قلنا إذا كان في وضع جسم معدني بين الأسنان بدي ابتعد عنه، يعني مشان ما أوصل لحالة تآكل الأسنان. بالنسبة لمرضى الصرير، لنوصل لتشخيص الحقيقة صحيح لمشكلة الصرير وأقدر عالجها خلال هاي الفترة، ممكن المريض يرتدي نايت جارد، واقية ليدية ممكن تكون نوع سوف تحميلي الأسنان، هي مثل واقية مطاطية بلبسها المريض، فرح تحميلي الأسنان بشكل من التآكل لبين. بس هي ما أنا علاج الحقيقة، لا حتى أقدر أنا عالج السبب. بدي أكشف السبب، إذا كان عندي مشكلة إطباقية فأنا بدي عالجها، إذا عندي مشكلة مفصلية لازم عالجها. طبعا علاج الصرير موضوع واسع، مشكلة نفسية. أي طبعا نحن دائما ننصح المرضى، أنت إذا حاس حالك ستريس خذ أي شيء ممكن يهديك قبل ما تنام. ممكن أحيانا ننصحه يشرب لبن أو يعني شيء يعمله ريلاكس قبل ما ينام، ممكن يساعد هذا الموضوع. فلازم حل المشكلة، بس خلال فترة اللي بين أقدر أوصل فيها لحل المشكلة ممكن المريض يرتدي نايت جارد يحميله أسنانه من موضوع التآكل. يعني والله دكتور صدقت لما قلت انه الواحد صار عنده هوس انه ابتسامته تكون حلوه واسنانه تكون ناصعه البياض مع اللي منتشر في كل مكان بنشوفه. طبعا فخلاص نبغى نهتم باسناننا باي طريقه، نفرشها 24 ساعه ننظفها، نستخدم منتجات غريبه، حتى احيانا نستخدم منتجات يعني يطلبوها اونلاين عبر الانترنت. هي مشكله كثير كبيره الحقيقه، هي مشكله كثير كبيره ومصداقيه يعني هذا. تمام، مشان هيك انا صحت بالاول دائما استخدام اي منتج موجود بالصيدليات او عن طبيب الاسنان بوصفه طبيه. تمام، هي المنتجات اللي موجوده احيانا على الاونلاين او معاجين الطبيب اللي موجوده اونلاين، هي كلها احيانا ممكن تكون مش مطابقه للمواصفات اللي بينصحوا فيها اطباء الاسنان. فدائما بننصح المرضى انه استخدم الاشياء الموجوده بالصيدليه بوصفه الطبيب. صحيح. بالنسبه يعني دكتور ايضا يعني تطور هذه الحاله، هل ممكن انه يستدعي دائما انه لتدخل جراحي لعلاجها ام لا؟ لا، الحقيقه الجراحه ما لها دور بها بعلاج هذا الموضوع. الجراحة ابدا ما في داعي، ما راح توصل للمرحله معي للجراحه بهذا المجال. دائما معالجتي هون انا بكون محافظه غالبا عن طريق بعض الحشوات، يعني حسب الحاله غالبا ممكن تكون حشوات تجميليه اذا كانت تركيبات بالسطوح، او ممكن احيانا اذا كانت الحاله شديده ومنتشره على كل الاسنان ممكن اضطر لاني الجا للقشور الخزفيه، للفينيرز، للتركيبات التجميليه بمختلف انواعها طبعا حسب شو بتستدعي الحاله. يلا الله يحمينا من هذا من هذه اسناننا وخلينا اسناننا يا رب وفينيراتنا. شكرا جزيلا دكتور، يعطيك العافيه على هذه المعلومات. شكرا كثير لكم. إذا مشاهدينا وصلنا الآن وياكم إلى هذا الفاصل، تريونا عقب الفاصل. حياكم من جديد مشاهدينا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. لسه مكملين طبعا مع باقي فقراتنا ومواضيعنا لليوم، ولكن الآن راح ننتقل مع موضوع مختلف. أكيد
في الفجيرة أطلقوا خلينا نتكلم عن مبادرة أو محاضرة بعنوان الإمارات أرض السلام خلود، وهي المبادرة جدا رائعة ورح نتابعها الآن في التقرير. نظمت مشاهدينا جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية محاضرة بعنوان الإمارات أرض السلام، وقد ألقاها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي والملقب بالشيخ الأخبر، وذلك على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. للمزيد نتابع هذا التقرير. احنا نبغى نزرع الوعي وهو التسامح وبث السلام بين ابنائنا وابناء الجاليات، لان احنا عايشين مع جاليات اكثر من 200 جاليه في الامارات، فكلهم هذا باحترام، ومثل ما قادتنا واهلنا وشيوخنا علمونا على احترام الجميع، فهذه مبدا، فنحن نبغى نحافظ على هالمبدا هو التسامح، ونبتدي المبادره هذه الجميله حتى تصير وعي جميل بين كل فئات المجتمع، حتى ما يكون هناك في صراع، يكون في سلام، في محبة، في ود، وأيضاً ينشأ بينهم طمأنينة وهدوء، وهذا هو التلاحم الحقيقي. الهدف الأساسي كيف تزرع السلام في حياتك، كيف تعيش السلام. السلام ليس شعارات، السلام هو اللهم منك السلام وإليك السلام، فمن رب العالمين بصلاتك، باحترامك، بحدودك، بحريتك، ولا تتعدى حرية الآخرين. هذه المبادرة يعني اللي أطلقتها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية جاءت من اليوم العالمي للسلام، وطبعا دولة الإمارات الحمد لله دولة محبة وسلام وتسامح، دائما تحمل رسالة قيمة جدا للعالم أجمع، وهو نشر قيم السلام والمحبة والتسامح. ولذلك نحن تواصلنا مع الشيخ عبد العزيز النعيمي الشيخ الأخضر حتى يعني يكون، لأن يكون هناك يعني وقع جميل على هذا اليوم خاصة، ومجتمع الفجيرة طبعا يعني يحتاج إلى مثل هذه الأمور، والحمد لله تجاوب معنا، وهذه يعني ترون النجاح الكبير الذي لقته هذه الندوة وهذه المحاضرة. الإمارات أرض السلام، الإمارات أرض السعادة والمحبة، الله يديم الأمن والأمان على أراضيها يا رب. وكانت فعلا مبادرة جدا جميلة ورائعة طبعا من قبل الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، وإن شاء الله يا رب كده دائما نشوف هذه المبادرات اللي ترسم البسمة على وجوهنا. الآن خلونا ننتقل مع بعض إلى فقرة كالعادة نستعرض فيها أغرب 5 فيديوهات في 10 دقائق، وإلى فقرة 5 بـ10. أول فيديو يانا مشاهدينا، كلب ينظف المنزل ويحضر الطعام. إذا قمت بتربية كلب في منزلك حتما حياتك ستختلف تماما عن قبل، حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو كلب طريف ينظف المنزل ويحضر الطعام. المثير في الأمر أن هذا الكلب يعرف تماما ما يقوم به بمجرد أن يستيقظ من النوم، كما أنه يساعد صاحبه في تحضير وجبة الفطور وجلب ما يريده أثناء لحظات انشغاله عنه. يا سلام، يعني صراحة أول مرة أسمع بها. يعني نحن الشغالة الصبح نسقرها 1000 مرة، يعني إن تنش وتسوي كل شيء تبينه أو وتبر أو أنت بحد ذاتك إن بنفسك تستطيعين هالمهمات. تعرفي بس هو طالع من حب، تعرفي والله يعني من كثر المقاطع اللي إحنا بنعرضها عن الكلاب والمواقف الطريفة اللي بيعملوها الكلاب، من جد أفكر. تفكر تجيبي كلب؟ لازم. وايد حلو هالشيء صراحة. على فكرة يعني تربية الكلاب هم بحد ذاتهم تعرفين ان خصالهم انهم الوفاء، يعني الوفاء صح والولاء، فهو وفي لصاحبه وايد صراحة، وشكله صاحبه ودلله وما قصر معاه، فبالتالي قرر الكلب انه يساعده في مهام المنزل. خلونا ننتقل مع بعض الى الفيديو التالي لليوم،
وهذا الفيديو حيخلينا نتبضع ونتسوق بشكل أسهل حلو دي. قريبا التبضع من السيارة مشاهدينا، مع كل هذا التطور طبعا اللي وصلنا له اليوم ومع كل هذه التكنولوجيا اللي غزت العالم، لابد أن يصبح كل شيء أسهل وأكثر اختصارا للوقت. فبدلا من مضيعة الوقت في ركن السيارة طبعا في أحد مواقف المولات، وهذا الموضوع دائما بنعاني منه، أتوقع ما في أحد ما بيعاني من مشكلة مواقف السيارة طبعا، أو عشان ينزل يقضي طبعا من أي محل أو من السوبر ماركت، أصبح بإمكانك أنك تقضي وتشتري المواد الغذائية اللازمة أو المشتريات اللي أنت تحتاجها من الباب، وطبعا دون الانتظار، من دون ما تنتظر. فهذا دليل فعلا على تقدم وتطور التكنولوجيا، وهذه التقنية الجديدة طبعا راح تخلينا نحب التسوق. هو ما في أحد ما يحب التسوق، بس ما نحب نروح المولات. أبدا لا، بالعكس، يعني احس ان الواحد يحب يروح المول يسوي شوبينج، لكن ايه مثل ما قلتي بالباركينج دائما للسياره، او خصوصا اذا كانت الشوبز برا خارج يعني او اوتسايد عن المول، فمع الحر ومع الاجواء ممكن مع الزحمة مع ما شاء الله يعني كل مول اكبر من الثاني، ففكره حلوه صح. فيعني بعد اننا نحن نتسوق ونحن في السياره، هذا هو ما يبنى يا المستقبل من التكنولوجيا، وبعد في وايد تطورات ان شاء الله بنشوفها مستقبلا. ننتقل الى الفيديو الاخر. اصغر سياره في العالم، اخترع السويدي مايكل اصغر مركبه في العالم، والتي قد يصنفها البعض على انها اصغر سياره في العالم، ولكن هناك سر خطير يكشفه مخترع المركبه في الفيديو اعلاه مثل ما قاعدين نشوف، ويظهر هذا السر فور أن يفتح باب المركبة. المركبة ما هي إلا دراجة تسير بالبدال الذي يحرك عجلاتها الأربعة التي تجعلها تبدو كالسيارة تماما، خاصة وأنها مغطاة بسطح خارجي متين يشبه أغطية السيارات في قوته وتصميمه. ويقول مايكل أنه يحاول حل أزمات الاختناق المروري والاستمتاع بقيادة الدراجات والمحافظة على الصحة في وقت واحد من خلال اختراعه المدهش. يعني فعلا مشكلة هذه تقريبا هي نفس الدراجة، لكن يعني هي خلينا نقول صديقة للبيئة. كل الدول تواجه أكيد هذه المشكلة لا شك، بس أتوقع حتى لو حاولوا أنهم يعني يلاقوا بعض الحلول، بالعكس أحسها راح تتفاقم. يعني ما شاء الله يعني السكان وعدد السكان بازدياد في أرجاء العالم، يعني هاي المشاكل مثلا خلينا نقول على سبيل المثال في طوكيو لا يمكن حلها الازدحام المروري بشكل مش يعني بشكل مبالغ فيه صراحة. بالفعل. خلونا ننتقل الآن أيضا إلى عالم الحيوانات، ولكن هذه المرة بشكل مختلف، حيث تبنت سيدة يابانية ماعز وتعامل هذا الماعز مثل طفلها. قامت سيدة تبلغ من العمر 30 عاما بتبني ماعز منذ أن كان عمره شهر، وهو الآن في عمر 8 سنوات، وعاملته مثل الأطفال تماما. تقول هذه السيدة مشاهدينا التي تدعى آيا شينوزوكا أنها تبنت الماعز بعد وفاة كلبها، وظلت تبحث على حيوان أليف لتبنيه حتى استقرت على الماعز. كما وأيضا تقوم السيدة بأخذ الماعز معها للمشي لمسافات طويلة بداخل عربة أطفال، وحتى في مواعيد العشاء، وأيضا تقوم بجلسات استحمام لهذا الماعز، تجفيفه وتحضير الملابس الجديدة له. يا سلام، ما في دلال أكثر من كذا. لا طبعا، نقطتين خلود، إما كان الكلب أو الحيوان اللي كان عندها وايد وفي زين، أو الشغلة الثانية بس. والنقطة الثانية اللي أبغى أضحك عليها صراحة، اللي هو مثلا في عيد الأضحى هذا الماعز يستخدم كأضحية، أو مثلا في المناسبات خلينا نتكلم اللي نحن العرب متعارفين عليها، يستخدم كأضحية أو لتناوله كطعام يعني كمائدة. فما أعرف يوم بياخذونه يذبحونه شو يستوي. ما أتوقع بعد هذا الفيديو، بعد هذا الفيديو راح تنهال، ما أتوقع راح تعمل كذا. لا أنا أباها الماعز وايد مدلل، واستوت وايد نكت عن شي مواعز. إنزين، ننتقل بعد، ما زلنا مثل ما قال خلود في عالم الحيوان اليوم وعالم الحيوانات طبعا، خلينا نقول اسرار ومواضيع طريفه وايد. كلب البحر ياخذ تان، انتشر على يوتيوب فيديو لكلب البحر
أثناء كلب البحار أثناء أخذه قيلولة بعد الظهر على مركب صيد في عرض البحر، وظهر في الفيديو وهو يأخذ قسطا من الراحة بعد الانتهاء من السباحة في الماء وكأنه يأخذ تان. يعني صراحة على قد ما هذه المقاطع جميلة، على قد ما هي طريفة وإحنا بنستمتع بها، بس والله صرت يعني بدأت أغار. تغاري يعني من ما شاء الله صاروا يتدللوا ويتدلعوا واستووا مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي. إيه؟ شفتي في مقطع كمان لكلب صغير انتشر من فترة بشكل جدا كبير. إيه؟ مصورينه على أساس إنه كأنه بنت صغيرة. اللي يمشي على رجلين. إيه؟ وملبس وصاحبه ملبس ولبس. أنا شفته تقريبا هذا أذكر جننت يعني جننت عليه قلت لهم جيبوا لي هذا الكلب. شوف أنا أحب الكلبات الصغيرة يعني بأنواعها. فانزين يعني إن شاء الله إني أتقبل هالفكرة يا رب وإني أحاول إني أجيب حيوان أليف عندي في البيت. والآن مشاهدينا طبعا هذه الفيديوهات الطريفة اللي كانت ويانا اليوم يا خلود، ننتقل الآن وما زلنا متواصلين وياكم في هذا الصباح، ننتقل إلى هذا الفاصل وتريونا عقب الفاصل. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية مشاهدينا، وصلنا مع بعض إلى الفقرة اللي راح نتعرف فيها على طبق جديد ووصفة جديدة، وراح تأخذنا طبعا وعد في إلى المطبخ ونتعرف معها اليوم. خلينا نروح مع بعض إلى فقرة المطبخ. الحين أنا بستأذنك بسير المطبخ وما تصير ابني هني. اوكي حاضر ابشري. ما تسلمني. حاضر 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 اهم شيء اوامرك. لا سمعت تقولين بصير اخذ كوفي بدون ما يستوي. والله ما اخذت كوفي. اوكي خلاص استنى. زين خلاص اوكي انتظاري. الحين المشاهدين يكشفون اني قاعده اطور نفسي. يسعد صباحك مره ثانيه شيف وديع. لا صباح النور. صباح النور والبخور. كيفك اليوم؟ شو اخبارك؟ ما شاء الله لابسه زيتوني اليوم. زيتوني؟ زيتون اخضر. زيتون اخضر هذا. زيتوني زيت وزيتون يعني مشهورين بالأردن. أنت صباح النور كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله بخير. تمام بخير الله يسلمك. إن شاء الله ماشي الحال. تمام بخير شيف. كيف قضيتي هال طبعا الويكند؟ والله كله رقاد يعني صراحة كنت محتاجة لشيء يعني راحة. برافو عليك. أها فعن سبت إني أستقبل الأسبوع بكل نشاط وحيوية. كنت مرهقة. الله يعطيك العافية ما شاء الله يعني عم تقومي بمجهود كبير كبير يعني. الله يسعدك. طيب شو طبقنا لليوم؟ نحن ما نصبح على أعزائنا المشاهدين. أكيد. صباح النور والبخور يا أعزائنا المشاهدين. اليوم بدنا مثل ما شايفين أعزائي عنا اليوم لازانيا مثل ما طلبوها مني عدة أشخاص. لازانيا بالدجاج. يعني كانوا بدهم اياها بالسيفود وبدهم اياها باللحمه ورجعوا ارتكزوا على دجاج. ايه دعم بالدجاج غريبه بس لازانيا. نعم. في الدجاج يعني الدجاج مفروم. ايه؟ كيف بتفرمي اللحمه وبتعمليها بصوص بولونيز. ايه؟ اللازانيا عاملينها بدجاج مفروم بصوص يعني مثل صوص البولونيز. بس بالدجاج يعني اليوم شيء فاخر بس على قلت لي ما شيء بصل اليوم صح؟ لا 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 الحمد لله بصل ما في. هلا نحن هون بدنا نحط ملعقتين زيت وملعقتين نحن شف ناخذ المكونات ويا مشاهدينا على الشاشه مباشره الان. حلو. نتعرف على مكونات طبق اللازانيا في الدي اي. حبيت حلو حلو حلو. يعني طبق جديد وصراحه كنا تعودنا ان نحن اللازانيا دائما في اللحم. بصل كوب واحد وثوم مدقوق ومعجون طماطم ملعقتان طعام وزيت زيتون ربع كوب بالاضافه لفلفل اسود رشه واحده ملح ملعقه صغيره وبهار حلو ربع ملعقه صغيره وبقدونس ناعم ملعقتين طعام وجوزة الطيب ربع ملعقه صغيره بالاضافه لزعتر ناشف ربع ملعقه وحبق اللي هو الحبق الناشف ملعقه صغيره وجبنه موزاريلا كوب واحد. طبعا قلت شيء ثاني انت ويانا صوص اللي هي الصلصه البيضاء اللي بنسوي فيها اللازانيا. طبعا الصوص الابيض. انزين زبده او زيت ملعقتين طعام بالاضافه لحليب طازج لتر واحد وطحين نصف كوب وكريمه كوب ملح او فلفل ابيض رشه واحده وجوزة الطيب رشه واحده. حلو هذا بالنسبه للطبق الاول. سلمتك شو الالقاء العظيم. نعم هلا مثل ما شايفين نحن هون حطينا ملعقتين زبده. اوكي ملعقتين زيت زيتون.
دائما انا بحب اعمل مزيج زيت زيتون وزيت زيتون. نعم. هلا مثل ما شايفين بدنا نحط لأن زيت زيتون شي اللون. نعم. لونه عادي زيت الزيتون الخضير. نعم. خضير. يعني بيكون ولتر من الحليب الحين. نعم. لتر من الحليب بدنا ان طبعا نحركه مزبوط. وبعدين مثل ما شفتي هوني نحن اوريدي جاهزه ويانا الدياي. نعم. مع شنو طبعا قلنا؟ الدجاج اربع سوري الدجاج تقريبا شي نص كيلو. فرمناهم على المكنه هوني. قطعناهم مكعبات. فرمناهم على المكنه. بعدين حطينا شويه زيت زيتون. شوي بصل شويه ثوم قبل ما لانه بنعرف بتزعجك البصل والثوم وايد صراحه. يعني اي كلي بخور وبرفيوم وكل شيء. ارد البيت كلي بصل. بالضبط. نعم. بعدين حطينا قلبناهم. بعدين ملعقتين معجون طماطم بسياق مثل ما قلتي لاعزائنا المشاهدين. بعدين رجعنا فرمنا سطورة الدجاج. اوكي. وقلبناهم معه وبعدين حطينا لهم طبعا مرق لدجاج. وبعدين صار عندنا هال الدجاج البولونيز. اوكي. دجاج بولونيز. يعني في بولونيز لحم في بولونيز دجاج. نحن اليوم لازانيا على الطريقه مثل ما شايفين. نعم. الحين كم حطينا درجه الحراره هني؟ نحن حطينا على الاخر على التسعه. اوكي. نعم. هوني يعني خلينا نقول درجة حرارة مرتفعة للزبدة والزيت زيتون. بالضبط. ولتر الحليب. بالضبط. لتر شو الحليب. شو بعد الحين؟ فينا نحن بدنا نحط كمان كوب كريمة. هذا كوب كريمة معه. وبعدين نحن بدنا هلا ناطرينها لحتى تغلي. لمن تغلي شوية بدنا نحط يبالها وقت. اعتقد يبالها وقت. زين انا بخفقها عنك. بالضبط. هلا بدي احط لها انا ملح تقريبا بدا ملعقه ملح. يبالها ملح؟ ملح لانه ما فيها الحليب. ما في ملح. وبعدين بدنا نحط كمان بهار ابيض شوي صغيره رش. شوفي قد ايه؟ رش صغيره. بهار؟ فلفل ابيض. فلفل ابيض. اي اشوف لانه ما نعم. بخص البهار. بدنا نحط كمان مكعب مرق الدجاج. ماجي. نعم. وبعدين بدنا نحط كمان شوية جوز الطيب. جوز الطيب. جوز الطيب مطحون. ايه مطحون. جوز الطيب رش صغيرة. ايه. على اساس انه بتأدي للصوص الابيض نكهة حلوة كثير وطيبة. هلا بعدين نحن هودي مثلا خلصنا منهم بدنا ننزلهم على جنب. ما بدنا هني. وهذا هلا بس تستوي يعني تغلي الصوص. ايه لازم نحرك على سبت انه ما نعم. ما يستوي يعني يعني خلينا نقول مخثر الحليب. بالضبط. برافو عليك. هلا هيدا هون عندنا الصوص بس مش هلا بدنا هيك هيك الصوص ما احلى مثل ما قلنا لكم حطينا شويه بقدونس معها حطينا حبق اوريدي انت جهزت الصوص. نعم. صح؟ حطينا اورجانو زعتر اخضر. دائما الزعتر بالاخضر والحبق بيعطيه ميزه كثير يعني هيدي ايه برافو عليك شفتي يعني ريحته نعم. طيبه ايه كثير لذيذه وطيبه ومثل ما احس شيء اطيب ما اعرف ليش مع ان اللزانيا لحم ايه. بس اوريدي احس شيء وايد طيبه لانه ايه الصوص وايد حلو بحبه. ايه نعم. هو بلش يسمك الصوص حلو كثير شوفيني ليش يسمك صح؟ لأنه زبدة؟ لأنه إيه لأنه طحين وزبدة. أنت حطيت طحين؟ إيه. متى؟ حطيت أنت وعم تقولي بس بدون نتفة حليب بعد. بعد يبالة حليب؟ إيه نتفة صغيرة. أنت ما تبغى سميكة أكثر؟ لا مش سميكة أكثر. ليش؟ إيه ما بدي إياها سميكة أكثر. ليش؟ لأنه هوني في رقيقة اللازانيا. إيه. في عندك لازانيا سميكة شوي لازم نسلقها. بس انا هيدي هيدي بدي مدها دغري رقائق نعم اللزانيا. بالضبط. هلا مثل ما شايفين اعزائنا طبعا كل شيء على الاصول لجيب انا هلا بدي احط هون هيدا الجبنه الموزاريلا هذه على الوجه غليت اي نعم على الوجه اعتقد انها قاعده تغلي لا ما غليت ما غليت بعد اوكي حلو كثير يعني انت عامله شيء لازانيا قبل بمره ايه انا احب اللازانيا اعرف اسويها صراحه حلو 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 كثير هلا بتاخذي الطريقه مزبوط وبتسويها بالبيت وبسويها على طريقه الشيف وديع حلو كثير هلا نحن بدنا عندنا هون الصفوف صفوف
اكلي شيء صفوف انت؟ صفوف؟ ايه صفوف هيدي ما سمعت الصبح تقول لي صفوف انا بس ما اعرف. ايه الصفوف هيدي تبتدي الحين في الصفوف؟ نعم هيدي الصفوف. انزين شو مكوناتها؟ كلمني عنها. مكوناتها 2 كيلو طحين، 2 كوب طحين. انا بخبرك مكوناتها، خبرني شو هي الصفوف. كوب سميدي، سميدي ناعمه، وكوب سكر، وكوب جوزة برش جوز الهند، وكوب زبدة مسيحة، وكوب لوز سلايس، وكوب سمسم، وعنا فانيلا، وعنا باكن باودر، وعنا عقدة كركم بسموه كركم، وعنا هوني رشة هيل، هيل مطحون مشان النكهة والطعم. هلا شو هي هذه الصفوف؟ عرفني هاي بالا شوي. هي بغلى شوي. بالا بس شوي. نعم. زين شو الصفوف؟ الصفوف هي عبارة عن مثل كيك بس أصفر. كيك؟ يعني وقت بتقطع هيك كيك لونه أصفر وبصير تاكلي طيب كتير هو. هلأ بسياق الحلقة بدنا نحط أول شيء، بدنا نحط السكر. انزل كوب سكر عادي معروف. بعدين بدنا نحط كوب برش جوز الهند. برش جوز الهند. بدنا نحط كوب سميدي. سميدي ناعمة. وبدنا نحط هون مثل ما شايفين شوية كركم عليهم. هذا الكركم كتير. ايه بالسميد صح؟ ايه. اوكي. السميد والكركم. وبدي احط كمان كوبين طحين. خلاص هذي اعتقد اوكي الحين. برافو عليك. خلاص. هذا انت قلت لي شيء ابنده صح؟ ايه ايوه غليت طفيت عليها؟ يس عظيم خلاص اوكي اوكي. هلا بدي انا احط اوريدي الغاز يعني للحين حار. اي نعم. هلا بدي احط مثلا هوني الصوص بالاول، هي الكبشه للصوص. من هذا؟ اي نعم. هلا هذا الكبشه للصوص من هون. إيه؟ بنحط اول شيء وعد هيك لازم نحط شويه اول شيء صلصه بيضاء. ايه. بعدين نرجع نحط عليها اللازانيا. هيدي بهالطريقه، هي اللازانيا بنحطها هيك، وحده ثانيه ثالثه ورابعه بهالشكل. وبعدين اذا كان هوني على جنب فينا ناخذ اللي هي الشرائح اللي نص وحده بنحطها هيك بهالطريقه. بعدين هوني بدنا نحط نحن هلا الحشوه. حشوه بنحطها هيك هيك، لازم نحط لها الحشوه مضبوطه منشان نوزعها على كل ال على كل ال كل البايركس. ايه كل البايركس. برافو عليك. هلا لازم نحن بدنا نعملها على دورين. اوكي. اول دور يعني بنقسمها، اول دور هيك بهالطريقة. الله. ايه شفتي؟ احس فيها روائح حتى. ايه كثير طيب. هو الزعتر الاورجانو والحبا وقت اللي بتكون تحطيهم بال وخاصة الاكلات الايطالية كتير. انا البيتزا وايد احبها في الزعتر. نعم. يعني ايه بالضبط. والريحان لانه هني الباستا واللازانيا والكاليلوني اي نوع من انواع الباستا بيروح لها زيت زيتون وحبق وزعتر اورجانو. زين. ايه يعني كتير بيطلعوا لذيذين بهالشكل. اوكي. هلا بدي انا هوني حط مثل ما شايفه لازم انا احط ايه هلا بدي احط انا هوني. زين. ايه خليها ايه بالصوص الابيض والاحمر انا إيه اشوف. نعم. لانه اوريدي يعني الخلطه بالصوص الاحمر. بالضبط بالضبط. فعادي شيء وعادي لانه منشان هي بدنا اياها نحن مثل ما شايف. هلا بدي احط انا فوقها كمان بعد طبقة. بعد طبقة يبقى. نعم. طبقة بهالشكل. وبعدين بنحط فوق منها الصوص الكامل وبنحط لها الصوص عليها. وبعدين نحط لها جبنة
وبنحطها بقلب الفرن. جبنة الموزاريلا اوريدي بالويه صح؟ ايه جبنة الموزاريلا. هلا بدي احط انا الصوص. الصوص اللي كملناه فينا نحطه كله سوا على اساس انه هيك، بعدين نمده بهالطريقه، نمده بهيك يعني، عرفت كيف؟ طبقات يعني. طبقتين هيك. شوفي هاللازانيا اليوم خطيرة صراحة. والله. والله. وبالدجاج كمان ما بحب يعني. وما بحب اللحم. ما بحب اللحم يقدر ياكله في الدياي. بدي ياكل بالدجاج. والله تسلم ايدك شيف يعني. اذواقك حسب كل الاذواق والمتطلبات. يعني طبعا انت دائما دائما انت باوقات بتطلبي اوقات مثلا اكلات يعني نحن ما فينا الا ما نعملهم يعني، بتعرفي انت. هيك بهالشكل. انا الاشياء اللي اطلبها دائما صحيه، فعرف صحية. انت برافو عليك، برافو عليك. نعم زين اوكي. شوف الحين السويت الله اللي هي صفوف السمسم. ايه هلا مش ايه صفوف باللوز والسمسم. زين قل لي شو اسوي؟ اسوي عادي. انت؟ ما اخرب الدنيا اسوي والله. نحن بدنا نخفقهم هلا. شو تبى نضيف؟ هلا بدنا نضيف الزبده عليهم. يلا هلا انا بسويهم. يلا ضيف. بدناش نغلبك يعني. خلص اوكي. يعني ايه بس نحن بكفي وجودك معنا. خلص لا تغلبني. بكفي هو. هيك بهالشكل شفتي حطينا الصوص عليهم. هلا بدنا نحطها على درجة حرارة 200. اها يباله للحين يعني. هيك بس اعتقد شيء وايد صح؟ كيف؟ اعتقد شيء وايد صح؟ شيء واجد؟ يعني وايد تشيل السطح. لا عادي على القد يعني، مش انه بيجي على القد. هلا طبعا اللازانيا هي نيه لازم بدا هلا تشرب الصوص تبعها بدها تنزل شوي. اوكي هلا بدنا نحط نحن الجبنه عليها. هاي الجبنه الموزاريلا دير من دار، وبعدين نرجع نحط هذا. خلاص ما منه فايده. ايه هلا خلص. هلا بحطها بتحت انا، هلا بحطها بقلب ال نفس البشاميل. ايه نعم نفس البشاميل كثير طيب. هذه البشاميل اوريدي. ايه البشاميل. ليه ما خبرني انا بشاميل؟ هيدي البشاميل فكرتك بتعرفيها. انا ما اعرف اسويها في البيت صراحه. ايه اشتريها جاهزه دائما. ايه بس الطازه دائما اطيب من ال هلا نحن بدنا نحطها بقلب الفرن. هيدي خلصنا منها. زين بنحطها هون مشان لحتى نشيلها من دربنا. وهون نحن هلا بدنا بنحطيها بالفرن. بالفرن يلا اوكي. يا هلا بنفتح الفرن وبنحطها بقلب الفرن منشان على درجه حراره 200. خلاص هذا 200 انتهينا منها صح؟ 200. هلا خلص. هلا من بنعمل الصفوف. يلا هلا بدنا نعمل الصفوف يا استاذتنا الكريمه. اوكي هلا نحن انزين رح نسوي الحين السويت الصفوف. يلا نعد شف وياك شو حطينا. نعم حطينا كوب سكر. ايه كوب سميدي. اوكي حطينا كوبين طحين. هلا بدي احط كوب الزبده. اوكي ليش سكت شف؟ ايه طبعا لا ما عادي ومثل ما شايفه تستمتع مع القلاص. هلا بدي احط انا السمنه عليهم. اوكي وهذا زبده مسيحه لصايره هيك الزبده. نعم مع شنو الزبده؟ زبده البقر يعني. وبنحطها من سيحتها انا مشان بدي اياها هيك سايحه، بديش اياها مثل تبع الكيك يعني اعمل الكيك فيها. اوكي بس لانه بدي لازم تكون هيك بهالطريقه. اوكي نعم هلا بدي احط لها فانيلا. هاي فانيلا. اوكي بس انا اللي قاهرني انه في سميد، ليش ما عاد؟ نعم سميد. سميد؟ ايه لا بحط لها شويه سميده هيدي. يعني في شيء ثاني ممكن استخدمه غير سميد؟ ولا لازم طحين؟ حطينا طحين. اوكي طحين. اوكي
الحين اشوف انا اساعدك فيها اخفض لك اياها. ايه شوف حاسه نفسي اسوي معمول رائحته نفس الكعك العيد. ايه برافو عليكي. هلا خلاص شيء اوكي. يلا شوف احسن ما انت. نعم هلا بدي اخفقها. انا بدي اخفقها بايدي صراحه. وهذا الصينيه. اي نعم. اوكي. وهيدي الصينيه الصينيه هون بدنا شان نحط فيها دهنتها طحينيه او أوكي. زبده أوكي. حسب ما بيحب الانسان. يعني في الزبده بتمشي ولا وطبعا هيك. ها شفتي كيف هيك هلا وعرفتي كيف؟ ايه عرفت كيف وشفت كيف. هلا كل شيء على اصول. وهلا بدي احط لهم الحليب عليه. اوكي. الحليب. حتى ندمجهم ويا بعض. ايه نمزجهم ويا بعض. اوكي. وبعدين هذا الصفوف. استوى اصفر. ايه. طبعا ما هو صفوف هذا. بهذه الطريقة. يمكن لاني غير مغرمه في السويت فما اعرف كل الانواع صراحه. والله ايه شقليل. ما بتحبي الحلو هلا؟ يعني مو بوايد. حسني اكل شيء خفيف و طيب مثل شو شو بتحبي من الحلويات؟ شوف انا احب الكيك الساده اللي ما شيء وياه. أوف. بس كيك هذا العادي. ايه زي؟ مع الشاي. يعني احيانا مع الشاي مع النسكافيه. شو بعد؟ احب الكنافه. ايه حلو. وشو بعد؟ احب إيه. البسبوسه. حلو. اعتقد بس شيء. وحلاوه الجبن. ايه وايد احبها. عملناها هذيك اليوم كانت والله؟ ايه روعه. ما خبرتوني زين؟ يمكن كنتي اجازي ولا شيء ما بعرف. وما خليت لي انت تعرف انا مخبرتك اني احب حلاوه الجبن. انزين انت وين قضيت اجازتك شف؟ وأنت امبارح خبرتني انت الخميس بتصير دبي. ايه صرت دبي. وكنا عاملين امبارح ابني عاملين بارتي لانه بيبي شاور ومسمينه وديع. وكانت حفله حلوه كثير وعزمنا الاصدقاء. الله يحفظ لكم. وكانت هلا يعني قريبا بعد شيء للحين ما جاء البيبي. ما اجى البيبي. بس يعني بده يعني بس شيء تعريف على اسم البيبي. بنص بيبي بنص شهر. ايه بنص شهر الجاي. بنص الشهر الجاي يعني بيولد والحمد لله وسموا ابني بي على خير وسلامه وصحه. ابني عادل سمى وديع. قلنا له مثل عيالك اثنين سموا وديع ولا بس واحد؟ واحد. عادل يعني الحين بيستوي ابو وديع. اي نعم. طولت العمر لك. الله يخليك وتشوف عيال من بعد. طول عمرك وخلي لنا اياك يا رب. يا ان شاء الله بنفرح منك اهم شيء يعني. ان شاء الله. وهلا هيك بدنا نحط السمسم عليهم. هذا هلا هيدي هلا بده اياها. بتقولي لي شيف كل يوم اعمل لي بس شو اسمه صفوف. انا شيء واحد شفته اصفر بحياتي مع السميد اللي هي الكريزه. شفتي كيف؟ يلا احلاها هلا بنحطها. بس على فكره يعني حتى الكريزه بعد من السويت اللي وايد احبه. والله؟ سويت الطفوله. طبعا هلا مثل ما شايفين بدنا نقطعها نحن بالسكينه. هذا السكينه هون. خلاص شي؟ ما يبالها اي شيء؟ لا تحرى ولا شيء؟ حطينا مبلا بنحطها بعد بالفرن هلا. يعني انا بعد قلت شيء انه بنحطها في الفرن. نعم. بس الحين خلاص نحن خلصنا لان اوريدي قول معاي شيف اللازانيا داخل الدجاج. الفرن. نعم. والحين نقدر نحطيها داخل الفرن. ايه نعم. ولا لا؟ ايه بلا. اوكي شيء خلصنا. ايه هيك هيك بنقطعها صفوف بالسمسم واللوز. يا ويلي صفوف البيضه صفرة. شو حلوه هلا بتشوفي بس تستوي بتطلع روعه. ايه؟ وطيبه كثير. هلا بترفخ شويه بعد. اها ليك محلاها. انا حبيت انه وياها سمسم. سمسم ها؟ يا الله عليكي. فاذا خلصت شي شيف؟ نعم. والله اليوم شو ابدا ما شيء لا بصل ولا ثوم. ايه ايه لا ينقل لي شيء ولا نطلع روائح غريبه. طبعا
حلو. زين شوف خلنا كل يوم شي هلا كل يوم شي بنحضر كل شيء بصل وثوم علي. نعم صح هذا لانه بعرف انه ما بتحب البصل والثوم والمطبخ بدون بصل وثوم. انا ما اعرف انا لو تزوجت شلون بطبخ في المطبخ صراحه. هلا بدي احطها انا بقلب الوعد بقلب الفرن زين فوق وعلى درجه 200. على اي درجه؟ على درجه 180. 180 نعم انزل. 180 مشان تطلع مستويه ولذيذه. تسلم ايدك شيف ويعطيك الف عافيه. استنست وياك اليوم في المطبخ وكل الشكر لك. بارك الله فيك. باكر شو ويانا؟ نعم باكر شو بيكون ويانا؟ باشر انت شو جاي على بالك؟ بدي اعمل كان كبه ارنبيه. اه والله كبه ارنبيه بالحمص والطحينيه والعصير البردقان ايش رايك نسوي شيء اشياء بعد عدال الكبه؟ شو بدي يعني دائما يوم اصير اي مطعم اخذ نعم. كبه اخذ عدالها مثلا الكبده والسلطه. حلو يعني ما اكثر على اساس ان الكبه بروحها يعني تجي لها. لا مش كبه لحالها مع بدي بجاي كبده الدجاج ولا كبده لا دياي طبعا. ها دياي دجاج خلص وذكر معينك بكبد الدجاج بس يبالها بصل صح؟ لا لا ما بدها بصل خلاص هذه طبخ انا. اوكي باكر اوريدي بنخطط نحن اليوم عقب الحلقه وتري وشيف وديع وشكل النهائي للطبق في نهايه حلقتنا اليوم. صباح الخير يا وطن. لكن ما زلنا مستمرين وياكم ومتواصلين في مواضيعنا وفقراتنا لكن ترينا عقب الفاصل. حياكم من جديد مشاهدينا من بعد الفاصل ومن بعد فقرة المطبخ اللي كانت فيها وعد مع الشيف وديع. يعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية. خلونا ننتقل سويا إلى موضوع آخر وتحديدا إلى الشارقة حيث افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون النسخة الخامسة من معرضها الفوتوغرافي الشارقة وجهة نظر وذلك في ساحة المريجة في الشارقة ويشارك في المعرض 62 مصورا من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يعرض فيها 180 عملا فوتوغرافيا يتمحور حول قيمة المعرض لهذا أو ثيمة المعرض لهذا العام من عمارة ومشهد حضاري. طبعا راح الهدف منه انهم يتعرفوا طبعا على الحضارة في مختلف الدول. راح نتعرف كمان احنا على تفاصيل اكثر في هذا التقرير. خلونا نتابع. الشارقة وجهة نظر في النسخة الخامسة تحت ثيمة هذه السنة العمارة والمشهد الحضري. هذه النسخة الخامسة على التوالي ولله الحمد. النسخ الماضية كانت بداية في عام 2013. النسخة الأولى كانت إبراز إمارة الشارقة. النسخة الثانية كانت أيضا البورتريه الشخصي والأشخاص. النسخة الثالثة كانت الطبيعة الصامتة. النسخة الرابعة ولله الحمد كانت البورتريه الشخصي. والنسخة الحالية اللي نحن حاليا فيها العمارة والمشهد الحضري. ولله الحمد الإقبال كان طيب في الافتتاح لهذا المعرض والمشاركة كانت لكافة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والقاطنين على أرضها. والمشاركة أيضا كانت لدول مجلس التعاون الخليجي. أيضا الإقبال كان طيب. المشاركات كانت من الصغار إلى الكبار. أيضا المحترفين والهواة أيضا شاركوا في هذا المعرض. الشارقة وجهة نظر في النسخة الخامسة هي أحدى المبادرات التي تقدمها مؤسسة الشارقة للفنون لتفعيل الحراك المجتمعي في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. ولله الحمد صدى رائع وإقبال كبير على المشاركة. عندنا تقريبا 174 عمل فوتوغرافي من 63 مشارك في هذه النسخة. ولله الحمد الإقبال طيب. وحاليا المعرض في رواق واحد والرواق الثاني
وتم افتتاحه في تاريخ 5 أغسطس ومستمر لغاية 5 أكتوبر إن شاء الله لهذه السنة، والافتتاح من 9 مساء صباحا لغاية 9 مساء طيلة أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة من 4 عصرا لغاية 9 مساء، والفعاليات كافة بالمجان. بكم من جديد مشاهدينا، والآن رح نتكلم في موضوع آخر من مواضيعنا، تأصل الفن في كل مظاهر الحياة، فالطبيعة فن، الجذور الممتدة في باطن الأرض فن، والشمس الساطعة في منتصف النهار أيضا فن، حتى الظل المتراقص خلفنا يعتبر فن، ويبقى لكل فنان طريقته الخاصة التي يعبر من خلالها عن هذه الوقائع. بالفعل، ويسرنا ويسعدنا طبعا نستقبل نستضيف معنا الفنان والرسام طبعا التشكيلي الأستاذ أحمد الفلاسي عشان نتكلم معه أكثر عن دور الفن التشكيلي في التعبير عن المجتمع وعن أعماله وكيف استطاع أنه يحول هذه الأعمال إلى مغزى إنساني عبر لوحاته البصرية اللي في الأخير تعبر عن جمالية دولة الإمارات. اهلا وسهلا بك ويسعد صباحك. صباح الخير. صباح النور يا طبعا مثل ما قالت خلود هذه اللوحات اللي انت ترسمها اليوم كم هي تعبر عن جمال دولة الامارات وكم هي تعبر عن احساسك اللي ممكن انت حاب انك توصله اليوم. نعم. خلينا نتكلم عن مستوى الفن التشكيلي في وقتنا الحالي. انا اشوف الفن التشكيلي في الامارات بشكل عام مزدهر يعني ورايح يزدهر اكثر طبعا ان شاء الله. نعم. لفترة كان فيه ركود، لكن أشوف الناس ابتدت تتغير نظرتها للفن، وهذا شيء جميل يعني. صحيح. واستضافة بعض المعارض والمهرجانات اللي تحفز الفنان التشكيلي انه يقدم اعماله اليوم بكل مصداقيه. نعم فعلا، والفن يعني ما شاء الله اليوم نشوف انه صار منتشر بشكل واسع على مستوى الدوله. صحيح. اولا يعني بسبب دعم دوله الامارات للفنانين. نعم. ولوجود هذول الفنانين اصلا ولوجود الساحات اللي يعبروا عن طريقها عن هذه الفنون بمختلف انواعها. صح. بس نبغى نعرف معك اليوم احمد ايش اللي اختلف في الفن التشكيلي عن زمان، يعني كيف ايش اللي استجد في الفن التشكيلي وايش اللي اضافوه عن ايام زمان عن الزمن الجميل خلينا نقول. طبعا بطبيعه الحال كل شيء تغير، ما في شيء يظل ساكن. من ضمن هاي الاشياء الفن. سبب التغير هو سبب تغير الحياه، كانت الحياه هادئه قبل شوي، كانت بسيطه مثل ما قلتي تفضلتي. الحين الرذم سريع والحياه سريعه، فلازم الفنان عشان يتواصل مع الحاضر لازم يتغير طبعا، من اللي هو الفن التقليدي الى الحداثه، هذا يتصل بالجمهور مثلا او يوصل افكاره بطريقه مثلا حضاريه اكثر. كيف شكل الحداثه هذا يعني؟ بس لو تكلمنا في اشكال كثيره مثلا في الفن التجريدي، في الفن التعبيري، في الاشكال. نعم ستايلات يعني، انا اسميها، ما احب اقول مدارس، افضل انها تكون ستايلات يعني. ستايلات. اي نعم، او اساليب يعني. نعم. يعني تحس مصطلح مدرسه كبير على المفردات اللي ممكن يحتويها هذا الستايل؟ طبعا المدرسه فيها مثل ما قلتي تنبني على قوانين وكذا ومثلا نظريات فانا ما احب التقييد بهاي الشغلات، احب اكون يعني متحرر من هاي الشغلات. زين. تفضل. وايد الحين قصص مجتمعيه واقعيه نحن نشهدها، وتعودنا دائما ان نظره الفنان التشكيلي في رسوماته انه ممكن لديه قصة، هذه القصة يسردها من خلال رسمته اللي ممكن يرسمها. صح. اليوم. صح. بطرق إما رمزية أو واقعية واضحة. نعم. هل ما زال الفنان اليوم يسلط الضوء على هذه القصص المجتمعية والقضايا المجتمعية في مجتمعاتنا العربية كونها أصبحت خلينا نقول بشكل متكاثر وأصبحت بشكل خلينا نقول متفاقم في الوقت الحالي؟ أم هناك اختلافات في الفن لليوم؟ الاختلاف على حسب الثقافة مثلا. طبعا اللي ثقافات المجتمع ولا المجتمع الدول طبعًا. المجتمع طبعا، فكل انسان يعبر عن قضيته من بأسلوب منطلق مثلا الثقافة او البلاد اللي ربى فيها.
فأنا أشوف في كثير بعدهم ما زالوا يعبرون عن قضايا معينة مثلا. رائع. واضح أيضا عليك من خلال لوحاتك من خلال رسماتك أنك تهتم بالمعاني الإنسانية والاجتماعية بشكل كبير والمظاهر الاجتماعية اللي بنشهدها الآن. فإيش هي يعني أكثر لوحة فنية نقدر نقول أنها تعبر عن الوضع الاجتماعي ووضع المجتمع حاليا في هذا الوقت اللي احنا عايشينه؟ أنا مشكلتي يعني تعبيري دائما عن البيئة، يعني ما القضايا مثل الإنسانية شوية بعيد عنها، خليت حق ناس معينة مثلا، لأن نحن أردي يعني أردي هي المجتمع موجودة. تعرفين يعاني وايد بسبب الظروف اللي مر فيها مثلا. بس أنا أحب ألفت انتباه الناس عن طريق مثلا رسماتي للبيئة، مثلا جمال البيئة الإماراتية. فجات فترة كنت أعبر عن القضايا، لكن الأشياء تركز عليها زين في البيئة الإماراتية اللي هو البحر مثلا، البر، هاي الشغلات يعني التراث مثلا، تراث البلاد. طبعا حلو أنك ركزت على البيئة الإماراتية. بس على سيرة القضايا يعني اللي كنت أعبر عنها زمان، إيش هي القضايا اللي كنت أعبر عنها واللي كانت تستفزك؟ القضايا تعرفين مثل الحروب مثلا، او الامراض، الكوارث اللي تستوي مثلا معينه في البلاد العربيه مثلا. انزين، ذكرت في البدايه ان ما شاء الله اليوم دوله الامارات بحكامها وقيادتها رشيده، هناك رؤيه في كافه المجالات وخصوصا الفن. اليوم هناك نشوف دعم وايد للفن والفنانين المتواجدين على ارض الدوله من مقيمين ومواطنين. نعم. اليوم انت كمواطن تشهد على هذا التطور وهذا الزخم من التطور والتقدم في الفن، وخصوصا فئه من الفن التشكيلي، ووجود مثل هذه المعارض التشكيليه واستضافه دول العالم، و قدوم يعني تقدم هذه المعارض ايضا على المعارض الممكن تقام في الدول الخارجيه او الدول العالميه. فخلينا نتكلم يعني عن رؤيتك ونظرتك اليوم بوجود مثل هذه المعارض التشكيليه في الدوله. انا اشوف انتعش مثل ما قلت لك السوق الفن في الامارات. من اي سنه خلينا نتكلم يعني كونك انت يعني ما شاء الله لك عمر خمس سنوات من خمس سنوات هذا. انا شفت انتعش يعني خاصة في دبي، يعني صارت معارض أكثر خاصة، صارت الناس تجوا كثير مثلا إلى الفن. في حد منهم طبعا يستخدم الفن كأداة تعبيرية، وفي حد كأداة تجارية كسلعة يعني. صحيح، يعني تعددت الأهداف والأغراض. صحيح. نعم. خلينا نتكلم أكثر عن فنك، ونتكلم عن الأدوات اللي تستخدمها والألوان اللي تعتمدها غالبا في لوحاتك. أنا أستخدم طبعاً الألوان الزيتية، وأستخدم الأكريليك اللي هو أساساً ألوان مائية يعني، وأستخدم القلم الهوائي اللي هو الإير برش مثلاً. بس صعب هذا أتوقع. هو صعب بس مع التمرين وهذا يستوي سهل يعني. وأستخدم أحياناً الفحم، أحياناً الرصاص، وأحياناً أحاول أجرب طبعاً مختلف الأدوات وأوظفها في أعمالي. جميل. يعني إحنا قاعدين نشوف حالياً بعض من رسماتك ولوحاتك على الشاشة، ففعلاً يعني جسدت مظاهر الطبيعة بشكل جداً كبير. تشكرك. وبس كأنك تحسين في حقيقة فعلاً. إن شاء الله. إنزين. نعم. بعد أنت تحب البحر وايد. هذا طبعاً مسامح المقاطعة، هذا طبعاً في عمان. أنا شفت صورة عجبتني حق قديمة حق الخور في عمان، أو صورة حقيقية. هي صورة بس أنا طبعا هي أنا حطيت طبعا إحساسي وكذا ونظرتي حق حلو الأشياء تبضيفها الطبيعة. نعم. فخليتها بهاي الطريقة يعني. أها إنزين، تكلمنا عن المعارض. خلينا نتكلم عن المعارض. هل سبق يعني نسقت معرض أو قمت مثلا تنسيق معرض؟ سؤال جميل يعني. أنا لحد الآن كمعرض خاص لا، بس شاركت في معارض كثيرة بشكل يعني على مستوى الإمارات. إنما الآن وصلت إلى مرحلة شفت أن بعض الفنانين الغير معروفين محتاجين لدعم. فأسست لي يعني مو بشركة يعني كمبدئيا اللي هي الفلاسي آرتس مؤسسة. نعم. أستقطب تدعم فني. أدعم الفنانين الإماراتيين مثلا المبتدئين يعني. بس لاني توني بادي فبس ابغى افهم كيف يعني الاجواء وكيف ممكن تستقبل ردود الافعال في البدايه. نعم. بس
فكرة يعني جدا جميلة صراحة، وهذا دليل على يعني محتاجين حق هذا الشيء نحن للفن محتاجين فعلا. مثل ما قلت فيه يعني فنانين كثير موجودين يعني بس مو معروفين أو محتاجين تشجيع محتاجين دعم وايد. أنا ما ركز بس على الرسم يعني، طبعا أنا أي إنسان موهوب يعني محتاج حق الدعم. فإن شاء الله في المستقبل القريب رايح استقطبه إن شاء الله بإذن الله. اللي يعني يحاورك و يتكلم عن هذا الفن وبعد ما شفنا رسماتك وطلعنا عليها يجينا فضول نعرف يعني ايش هي الاجواء اللي اليوم الفنان التشكيلي والرسام يرسم فيها، متى يعني في اوقات معينه اماكن معينه؟ انت سالت بشكل عام ولا بشكل خاص؟ لا لان يختلف من شخص لشخص. خاص لك انت. انا بالنسبه لي طبعا الليل تكون يعني هدوء اكثر خلاص يعني تسهر على الرسم، ما عندك مسؤوليات، ما عندك صبح او مساء لا الليل يبتدي الشو طبعا النهار تعرفين ازعاج والدوام وهذا. اساسا انا انسان يعني موظف قبل لا اكون رسام يعني صحيح، فنص وقتي مثلا في الدوام والنص الاخر مثلا بعد هذا مع الاسره من ثم الفن، فبالليل يبتدي الفن يعني يعني أكون رايق وأكون فنك حلو نعم مخلص له وأعطي كل ذي حق حقه يا لازم طبعا نعم. في الأخير أكيد إنزين تكلمنا بالنسبة للمعارض اللي أنت ممكن أنك تشارك فيها أو أن أنت مستقبلا إن شاء الله عندك يعني لسه ما زال الحلم مستمر وما زالت الطموحات متواصلة وياك، شو الشيء اللي تبى توصل له يعني أنت من خلال فنك التشكيلي؟ هناك رسالة معينة تبى توصلها؟ اولا طبعا اتمنى اكون احد الفنانين العظماء في الامارات ان شاء الله، يعني في فنانين كبار يعني من دون ذكر اسماء الله يعطيهم العافيه، فاتمنى اكون من ضمنهم يعني. والشيء الثاني الواحد ودي يمثل بلاده خارج البلاد صحيح. طبعا بس بشكل يرفع مستوى البلاد. حلو حلو هدف جدا نعم. جميل. والشيء الاخر مثل ما قلت لك اللي ابتديت فيه المشروع هذا ان شاء الله ينجح بإذن الله. أنا متأكد إن في ناس، لأن حد اتصل بي نعم كذا شخص اتصل بي كيف وكيف نقدر نسوي. فنظمت معرض أنا من فترة أو شفت المبتدئين يعني كانوا سعيدين كثير يعني. طيب إيش بس يعني حابين نعرف إيش الأساسيات والمعايير اللي اعتمدت عليها في إنشائك لهذه المؤسسة؟ الخبرة طبعا، وبعدين اكتشاف المواهب هذه لهم التولز او الادوات اللي اقدر استخدمها كمبدئيا ما ياتي بعده اتوقع انه سهل، اهم شيء لما تلقى الموهبه وتلقى هذا فهذا السهل. صح. انا نسيت اسالك احمد كيف تعلمت الرسم والفن؟ إيه كموهبة كانت موجودة فيك أكيد، لكن هل هناك مدارس أكاديمية أنت دخلت لها؟ هل أنت تعلمت من أحد الأشخاص أو لا. أنت بحد ذاتك مع نفسك؟ لا أنا يعني ابتديت طبعاً من ابتديت أمشي كنت أحب الفن هذا معروف، وكنت أرسم يعني في البيت وتعرفين الجدران وهذا أمر طبيعي. بس مع القراءة طبعاً ما درس مع القراءة المكثفة مع المطالعة مع مراقبة الطبيعة مع الاحتكاك بالفنانين الكبار مع هاي كلها في حد ذاته يعني كونت أو شكلت عندي الموهبة نضوج الموهبة أنا أقول يعني بعد هاي الفترة. فإنما حين اللي أحتاجه هو مثل ما قلت لك أنا جاتني 6 سنوات بسبب ظروف خاصة أو 7 سنوات وقفت عن الرسم، بس كنت أقرأ الفترة هاي، وحين الحمد لله من 2011 ابتديت مره ثانيه ازاول الفن. والمشكله الفن في دمي ما روم يعني مثل الاكسجين يعني صحيح. اي طبعا اي ما تروم صراحه نعم. يعني الموهبه بحد ذاتها اذا وجدت تكفي. الموهبه لحد ذاتها يعني بحد روحها ما تنفع، لازم تصقلها بالقراءه وهذا لازم مثل ما لازم. انت سويت لازم ما شاء الله عليك بالدراسه والقراءه. يعطيك نعم. الف عافيه وكل التوفيق لك وان شاء الله يا رب توصل لاهدافك وتحقق احلامك وتوصل لهدفك اللي تبغاه من انشائك لهذا المؤسسة. شاكر لكم على المقابله الجميله الصراحه. كل الشكر لك، شكرا جزيلا على وجودك معنا. الفنان والرسام التشكيلي احمد الفلاسي، شكرا جزيلا. الله يحفظكم، شكرا. طيب
بعد ما تكلمنا عن الفن وهذا العالم الجميل، خلونا ننتقل إلى موضوع مختلف، حيث عززت دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الرائدة والأكثر إثارة على مستوى العالم، وهذا ما جعل من الدورة 19 لمعرض الفنادق الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي واجتذب 50,000 زائر فعالية لا بد من حضورها من قبل العاملين في الصناعة، كما وأيضا يقوم معرض الفنادق بعرض مشهد متكامل لصناعة الضيافة من التصميمات الداخلية، الإضاءة، ديكور، التقنية والأمن، أيضا إلى معدات تقديم الطعام وأكثر. رصدت كاميرا برنامج صباح الخير يا وطن هذا المحفل من خلال هذا التقرير، خلونا نشوف مع بعض. الهوتيل شو هو اكزيبيشن بيصير في كل سنه في سبتمبر، صار له 18 سنه في الامارات، يجمع بين جميع الفنادق اللي موجوده في الشرق الاوسط، بيكونوا هم الزوار، هم الجايين يشوفوا الطرف الاخر اللي هم العارضين. العارضين بيكونوا عباره عن الشركات اللي هي بتسوي يعني بتعمل سبلاي للفنادق او بتدعم الفنادق بكل التجهيزات اللي الفندق ممكن يحتاجها. فنحن بنتكلم في ادوات الكيتشن او ادوات المطابخ، ادوات الاوبريشن اكويبمنت اللي بيستخدموها الهاوس كيبنج وهالاشياء، الانتيريور ديزايننج، الفرنتشر والاثاث اللي يكون في يعني كل شيء ممكن يحتاجه الفندق. هذا تغيير. في تغيير ثاني ان احنا مجتمعين مع اكثر من اكزيبيشن في مجالات متشابهه ومتقاربه، ومسوين كلنا شيء اسمه الهوسبيتاليتي ويك. الهوسبيتاليتي ويك هو عبارة عن أسبوع الهوسبيتاليتي أو أسبوع الضيافة، إن إحنا بنجمع كل شيء أو كل الإكسبيشنز أو المعارض المتعلقة بالضيافة بالمنتجات أو مستخدمات الفنادق، وبنجمعهم في نفس الوقت ونفس المكان تقريبا اللي هو الورد تريد سنتر أو مركز دبي التجاري. فهذول هم أكبر تغييرين تقريبا، وفي أشياء ثانية ممكن بعد تشوفها داخل في المعرض، بس هذول أكبر تغييرين. ونفس ما أنت شايف الحمد لله المعرض ناجح والكل سعيد ومتوقعين نجاح أكبر إن شاء الله السنة الجاية بناء على هاي السنة بإذن الله. السنة هذه كان المعرض جيد بشكل عام على مختلف الأيام، اليوم الثالث كان كمان جيد مقبول جدا مقارنة مع السنة الماضية. في تحسن في الكواليتي من الزوار، في أصحاب المشاريع زارونا أكثر من السنة الماضية، ومتفائلين خير إن شاء الله على الفترة الجاية مع اقتراب يعني موعد إكسبو 2020، إن شاء الله يكون في يوم يعني فائدة للجميع. شاركت بلوحاتي الفنية، برسم طبيعة، أنا جزء من الطبيعة والطبيعة جزء مني، بحب الطبيعة، بحب الألوان القوية، بحب العمق بالألوان، المساحة، بحب عبر، عندي رسالة من خلال لوحاتي بقدمها، اللي هي أنه أنا الألوان اللي بستعملها بحب أعطي الفرح والسرور والطاقة الإيجابية للإنسان اللي عم يشوف اللوحات تبعي. المعرض ممتاز ومشاركة فعالة، بحس المعارض بشكل عام بتخلي الفنانين يتعرفوا على بعض، بتصير في مشاركات أكثر لأنه بصيروا بيعرفوا بعضهم أكثر، بحس فيها تقدير للفنان والفن، لأنه بنعرض لوحاتنا الناس بتشوف اللوحات، بتصير في طريق من خلال المعرض أنك تتوسع وتتقدمي أكثر. حياكم مشاهدينا من جديد، ولازلنا متواصلين وياكم في هذا الصباح. طبعا اليوم اجواء كلها فن، كلها تشكيلي فن فعلا، واجواء مبادرات، وتحسين انت يعني دائما النشاط والفرح في دوله الامارات بعم في كل ارجاء المنطقه. وطبعا انا نسيت اسالك سؤال في بدايه الحلقه، وين احتفلتي امس؟ احتفلت باليوم الوطني قصدك السعودي بدبي اكيد، وكان يعني مع الاهل انبسطت كثير. واللي عجبني انه فعلا مثل ما ذكرتي في البدايه انه دوله الامارات جدا مهتمه بانها تقيم هالاحتفالات وتشارك يعني الشعب السعودي احتفالهم باليوم الوطني في المكان وبكل الصور ما شاء الله كل مكان. فأنا شفتك على سناب صراحة، حنيت إني تحطين رقم تكونين صورة لهي للعلم السعودي صح؟
زين، وكان كنت تكونين الصوره، واخر شيء انه كان اكثر من حد مشارك، اكثر من شخص فعلا. بس وايد حبيت طبعا بغض النظر عن اي شيء، دول مجلس التعاون الخليجي دائما هي خليج واحد وتكاتف واحد. صحيح. وامن واحد، الله يديم عليهم نعمة الامن والامان ويبعد عنهم كل شر وكل كل شر وكل اذى وكل مكروه يا رب. طبعا يوم الاحرف اليوم ضايعه ويانا، بس بقول لك حاجه كلنا بقول لك حاجه، انا اللي عجبني ولفتني اكثر يعني في هذا البوث اللي كانوا عاملينه للصور انه ما كانوا في سعوديين بيجوا يتصوروا، وكانوا غير سعوديين كمان من دول ثانيه يجوا، فحبيت انه احنا كلنا كعرب كخليجيين او حتى من جنسيات ثانيه شاركنا هذه الفرحه وهذا الاحتفال. انا صراحه هالويكند كله كنت يعني في البيت، يعني حتى امس كان متواجدين التلفزيون الفجيره في خلينا نقول حفل السفاره السعوديه وهي القنصليه في دبي، كان متواجدين واقاموا بتغطيه جدا رائعه وجميله، انا كنت متابعتهم على التي في، كان جدا جميل. بس هو يعني كانت الاجواء جدا رائعه، حبيت يعني صراحه الحماس المتواجد بين كل ابناء الشعب السعودي، وان خصوصا الطلبه، يعني الطلبه اللي متواجدين هنا هم تحسينهم دائما خلود اللي يعانون، لانهم جايين يدرسون مو يشتغلون او ما بدوا مرحله تحقيق الاحلام، هي فقط مرحله الدراسه مرحله التاسيس، فتحسين هالاجواء عطتهم جو الوطنية دفعة إيجابية. صح. صح وايد حبيت صراحة، وفرحة كل أهل السعودية هي فرحة الخليج كله وكل خلينا نقول دول الخليج، حتى في الكويت بعد أنا كنت وايد أشوف أمس يعني الناس محتفلين وإقاموا شعارات. صحيح. ولا أنسى وأخص ملك المملكة الأردنية الهاشمية زيارة لأراضي المملكة العربية السعودية بتهاني لليوم الوطني السعودي، فكنا نحن رقعة في الوطن العربي إيد واحدة، وكنا عرب ومسلمين ومسيحيين، الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب. يا رب آمين. أما الآن وصلنا لختام الحلقة، وكالعادة قبل الختام ننتقل مع الشيف وديع عشان نشوف الشكل النهائي لطبخة وطبق اليوم عندك شيف وديع. طبعا شكرا لك وعد وخلود، مثل ما شايفين أعزائي المشاهدين نحن عملنا هالطبق اللازانيا بالدجاج وشي فاخر على الآخر يعني بصراحة يعني. وبعدين طبعا مثل بنعطيكم موجز سريع عليها، طبعا نحن ما سلقنا اللازانيا، اللازانيا بتجي رقيقة، إذا كانت سميكة لازم نسلقها، بس إذا رقيقة تستوي مع الصوص البشاميل وصوص طبعا الدجاج بالصوص الطماطو. عملنا طبعا الصوص البشاميل، حطينا اول شيء صوص بشاميل، بعدين عملنا دجاج البولونيز، مثل ما بتعرفوا اعزائي مفروم فرمنا الدجاج ستوره، بصل شويه ثوم، قلينا الدجاج مزبوط، حطينا معجون الطماطو عليه، بعدين رجعنا عطيناها شويه مي لحتى عقدت، وبعدين حطينا لها شوية بقدونس، شوية أورجانو، حطينا لها كمان شوية حبق، كمان الحبق ضروري، وبعدين زيت الزيتون ما بدنا ننسى، وقلبناها وصار عندنا هالطبق اللذيذ مثل ما شايفينه شيء بشهي. وعندنا كمان صفوف بالسمسم، بس حطينا بقى الفرن كان بعدها شي دقيقتين ثلاثة، رح شيلها أنا هلا وقل له وقطع لكم وحدة صغيرة مثل ما شايفين، هذا صفوف بالسمسم واللوز، السمسم واللوز شيء حلو كثير. هلا نحن هون بدنا نقطعها شوية مثل ما قلنا لكم هيك، بس شو طالعه مثل ما شايفين اعزائي هالصفوف حلوه كثير هيك، بنشيلها نتفه صغيره بملعقه هيك، لانه هي سخنه اصلا، سخنه لازم تبرد. او ما لانه بعدها سخنه اللي مشايلينها من الفرن جديد، مثل بدها وقت اعزائي المشاهدين لتبرد لحتى اشوف كيف فرطت، لازم على القليله بعد بدها لتبرد شيء ربع ساعه ثلث ساعه منشان لحتى تجمد، وبعدين نقطعها وبتصير الحبه واختها. وطبعا اعزائي بنشوفكم باطباق جديده،
وبنرجع لوعد وخلود. يعطيك ألف عافية شيف وديع على هذه الأطباق المميزة صراحة لهذا اليوم. من ضمن مواضيعنا وفقراتنا في صباح الخير يا وطن، الآن وصلنا إلى الختام. خلود، كانت حلقة مميزة صراحة. فعلا كانت حلقة مميزة وأجواءها يعني متنوعة وغلب عليها أكثر أجواء الفن. بكرة إن شاء الله رح نكون معكم في حلقة جديدة، مواضيع جديدة ومختلفة، فقرات مختلفة. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. لا تنسوا تتابعوا الإعادة الساعة 11 مساء. شفيني علقت. واللي يبغى يتابع باقي الحلقات يشوفها طبعا على يوتيوب. أكيد. بكرة إلى اللقاء. في أمان الله.